the magnitude of the force F is 400 newton. Express F as a vector in terms of the unit vectors I و j, وحدد لي identify both the scalar and the vector components of F. طيب احنا قلنا الفورس اهي عايزين نحللها، ده موازي لاتجاه الاكس، فالزاوية معروفة مع الاكس يبقى كوساين مع الاكس، ماينس لانها في اتجاه السالب 400 كوساين 30 اي. طيب بالنسبة للواي اللي فوق ومش معروفة الزاوية، يبقى 400 ساين 30 جي، والفورس وحدتها نيوتن، يساوي 400 كوساين 30 ماينس 346 اي، وبعدين هنا الساين بنص يبقى دي 200 جي ودي نيوتن. طيب هو عايز قيمة السكيلر والفيكتور للكومبوننت. الكومبوننت دي اف اكس قيمتها كام؟ قيمتها 364 كماجنتيود، واتجاهها ايه؟ نيجاتيف اكس اكسس. طيب بالنسبة للإف واي، الإف واي هتكون قيمتها 200 نيوتن، واتجاهها البوزيتيف واي أكسس. ليه بوزيتيف؟ لأنها هنا بلس. ليه نيجاتيف هنا؟ لأني ماينس. والقيم اللي هي بدون إشارة.